إذن كان السؤال الأول بالنسبة لك يقول إحدى احتياجات الطفل الرضيع، وقلت حفاضات جابت لك 23 نقطة. والسؤال الثاني كان رياضة تحتاج إلى لياقة بدنية عالية، قلت كرة السلة وجابت لك 27 نقطة. السؤال الثالث كان إحدى أدوات السباك، وقلت كفوف و15 نقطة. السؤال الرابع أحد الأبراج المائية أو النارية، وكان الجواب 0. وكان السؤال الخامس لم تستطع أن تجيب عليه في الوقت المحدد، كان حد الدولة العربية يحتوي على حرف الميم، كان مغرب، وأنت لم تجيب عليه فكان 161 نقطة. تفضل. لا تعال تعال تعال. يعني هذه المرة الثانية تفوزون على العائلة الأخرى المقابلة بالنقاط، ولكن تفشلون في مرحلة أسئلة السرعة. تحتاجون إلى تركيز أكثر في الحلقة المقبلة مع عائلة أخرى. إذن أنتم تأهلتوا للدخول في مسابقة أخرى مع عائلة أخرى. أما أعزائي المشاهدين فأنتم على موعد معنا في حلقة قادمة إن شاء الله. انتظرونا، تصبحون على خير، ومعكم دائما جواد الشكرتي. بما الله، مع السلامة.